السلام عليكم يا شباب، الله يعطيكم العافية ويجزيكم الخير. تحياتي لكم متابعي قناة سوق المواشي في سوريا على اليوتيوب أينما كنتم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اليوم يا شباب الأحد 29/5/2022، نحن الآن بسوق الحلال في محافظة إدلب طريق كفر جالس. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. إن شاء الله راح نصور لكم تفاصيل السوق كاملة، شنو فيه أغنام، شنو فيه خرفان، شنو فيه انباع، شو انشرى، شو الأسعار، كذلك راح نصور لكم التبن ان شاء الله. تابعونا للاخير، اكتبوا لنا رايكم بالتعليقات، والله يجزيكم الخير ويبارك بكم. سوق التبن يا شباب، هسه نشوف لكم ايش قد الاسعار، كل شيء بسعره. انا ما اعتقد انه التبن رخصان، لان اليوم الكميه كبيره والله، اكثر من امبارح، كل يوم قام يزود التبن. هذا بلدي وهذاك بيع وهذا عدس وهذاك اقيار، التبن مشكل. يوم يسوموا باربعه وربع يا شباب، هذا تبن جلبان بلدي حصيد جديد يعني، بس يعني ما ينباع بالاسعار. اي بلدي ذا. لان البارح ارخص من هيك. يا شباب البارح انا انسام نفس البضاعه هاي باربعه وربع. تبن عدس يعني بس ناعم شوي. ولكن يظل افضل من التبن البرسيم او الجلبان. هذا افضل انواع التبن للعلف. كل ما كان ناعم كل ما كان احسن له. احنا نحكي انواع كعدس، اما مو هذا هاي البضاعه. مو البضاعة كنوعية. يعني هاش قد قال طالبين بيه مليون؟ 5.5. بعتوا منه 5.5؟ ايه. البارحة العرض اللي نفسها باربعة وربع. عند اخونا ابو مين؟ عند ابو بكر. عند ابو بكر. بكر ذهب باع قال باربعة وربع، مو اربعة وربع؟ اربعة وربع قال. قام تبيعوا باربعة ابو خالد؟ اربعة اربعة ل 10. هذا تبن زهرة يعني؟ زهرة. هو يعني مو بيخشونه شوي ابو خالد؟ لا تبن زهرة كويس يعني. افضل شيء بالحنطه، بس في نوعيه اميز منه. تبن حنطه قام يا شباب ينباع باربعه، يعني الجبار هذا مثلا السياره كلها اربعه لربع. اربعه لربع. ويا شباب يعني الشباب يقول انه هذا بلدي، والنوعيه الثانيه تركي. ترى ما في شيء جاد يدخل من تركيا خالص ولا عود. البذار البذار بل. البذار هي جليبينا، ناس تقولها وناس تقولها تركيني. نعم. اما ما في شيء جاي يدخل من تركيا، كله بلدي. شنو صار؟ الكل بلدي، ولكن هذا النوع الحب ربع. تركي فقط يعني. بي حتى بابونج يعني حتى ما يقول والله هذا جاي من تركيا وصفى من انفلح بهالبلد صفى بلدي. لا ولكن نوعيات، هذه نوعيه تختلف عن النوعيه الثانيه. وذاك ورقته عريضه ومايل للسواد. باع بليرتين فلتر واعتبن فول يا شباب. شو فأتوا هذا ابو قيس؟ والله نفس هالجلبينة هالجلبينة التركية خشانته هي اللي. لا هذا أنعم شيء بالسوق، هذا التبن أنعم شيء. أنا قصدي إنه مقارنة بال. لا التبن الفول بشكل عام. التبن الحنطة يعني خشن يعني. هذا بيفول، هذا تبن جلبان عند أخونا أبو خالد. تركي. نعم بذار تركي. أيوة بذار تركي. نعم. يعني ما بشي بناس فكر تركي يعني جاي من تركيا. لا لا ما بشي جاي من تركيا. هذا اسمه جلبان وهذاك برسينا. نعم هذا جلبان. شقد قام تطلب يا ابو خالد؟ ثلاثة وربع. ثلاثة على الثلاثة يمشي الحال يعني. لو واحد اخذها الكمية منك يعني اذا كمية بثلاثة وعشرة على راسي، بس ما يكون مطرح بعيد بسائره ما عندي مشكلة. ما بعيد ومنت بعيد وين تقرب للعين من جفنها انت. ومنت بعيد ومنت بعيد. هاي حبة الجلبان يا شباب هاي. وبالمحصلة يا شباب اللي المتعارف عليه هنا يقولون له تركي، كله أجلبينا بحول الثلاثة، ثلاثة وعشرة وربع، والبلدي ثلاثة وثلاثة ربع يعني أربعة لربع. والله بي كميات يا شباب، بس مشكلة الأسعار إنه كل واحد قام يبيع بسعر شكل يعني. عرفت شلون؟ تجار تساوم يعني، لو في تسعيرة مثلا قانونية بحيث ما ينضر التاجر ولا ينضر المربي. إيه نعم يلا خير ان شاء الله، لساته بده يرخص بده يرخص. لاحظتوا انه اسعار التبن من شوي اغلى من امبارح واول امبارح. طبعا هاي الاسعار ما انباع منها شيء اليوم. التبن مسوطر هذاك بالسوق. اسعار هاي الان يعني اخونا ابو صراع ايش قد انباع امبارح التبن الاحمر اخوي ابو صراع؟ اربع عربات امبارحيات. اي نعم. والتبن الابيض انباع الشعير بليرتين ونص. بليرتين ونص. الاسعار التبن ترى رخيصه، بس الناس اللي قامت تسوم سوم عالي ما قامت تبيع. تمام، في ناس يعني سوم سوم عالي، يمكن هو اشترى بغلا شوي وما قام يريد يخسر يعني، فقام يسوم شيء انه توفي معاه وما قام ينباع معاه، لكن السعر التبن رخيص. وهاي الجداية عند اخونا ابو صراع يا شباب، اللهم صل وسلم على نبينا محمد. ايش قد العدد اخوي ابو صراع؟ 20 راس. 20 جدي ما شاء الله تبارك الله.
يصير مثلا بالبيت 30 للساعة. لسه ب 30 عندك بالبيت، ما شاء الله ما شاء الله. بضاعة نظيفة يا شباب والله. يعني بها ما 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 غير الجوع يعني. مي امورها زينة يعني ما هي جوعانة زيادة حتى يعني. ما شاء الله تبارك الله. ايش قد طالب بها ابو صراء؟ والله على سوى 300. وبيزار مندفع لك شيء؟ ما ندفع شيء لسه، ما ندفع بيها شيء اليوم. السوم 300 وبازار يا شباب. اي نعم، واللي له به المصلحه يتواصل معنا. بي شباب اكتبوا لنا بالتعليقات يسالون عن جدايه. هاي بضاعه نظيفه وكويسه، احنا نلقى غيرها بالسوق يا شباب. ترى السوق مليان بضاعه، نقدر نصور لكم الزين والشين، بس احنا نصور لكم الشيء اللي منه فائده. انت اليوم يعني متابعنا ممكن تشتري عن طريق القناه، بدنا نصور لك الشيء اللي اذا اشتريته تستفيد. اي نعم، والله بضاعة كويسة ما شاء الله، موجودة عند اخونا ابو صراع اللي له بها مصلحة يتواصل معنا. هذن خرفان حلوات يا شباب موجودات عند عمنا ابو زياد الدلال، ابو زياد من الجمال. بي شباب متابعين قرايبك متابعين ومغتربين، وروح على ابو زياد، روح على ابو زياد. خيو هالقناة كلها لابو زياد، شو تريدون حاضرين؟ تسلم تسلم تسلم. يعني وصلنا ب 6 ونص 600 يعطوني بها 5 لورا 6 لورا. اي نعم، يعني ما يعني على 600 5 ونص 6 لورا يعني دوارا 600 يعني والله على 600 يجوز نبيعها صح. اي نعم، اللهم صل على محمد. 5 نعجات 7 الا ربع يعني وصلنا ب 800 من الاخر. نعم شقد اذن قيمة لحم شقد لازم يوزنن؟ والله لازم وزن يعني من 38 40 الى 40. ضعيفات ضعيفات. عافية. انا مجني حليب لحم. هاي السودة هاي السمينة شنو لحم؟ السمينة خذاها ب 30 كيلو الكيلو ويا القصاب. 30 30 طلعت 55 كيلو. 55 ما شاء الله. شقد وقفت انت؟ وقفت ب 16 ونص يعني 100 دولار. اي نعم 100 دولار صارت. نعم. هاي اليوم يا شباب تصير ضحية ب 100 دولار. نعم. تصير ضحيه ب 100 دولار. يعطوني بيه 500 ليره هذا. 500؟ اي هذا انا اعطاني واحد بيها موسكين ومي وموس هذا فيدفع مصاري ويشيلها. اي نعم. ويعطوني 4.5 5 ليره على الحزينه. اي نعم. يا شباب هذا الخروف اللي ضحى النبي عليه الصلاه والسلام. ينظر في سواد وياكل في سواد ويمشي في سواد. اقرح املح هذا هو. اقرن املح عفوا. هذا الكبش اللي ضحى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا افضل الاضحيه. بي شباب يسالون عن اضاحي البقر اضاحي الجمال. النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده بالمدينه النبويه كان عنده ابل وكان عنده بقر. اسواق اليهود كانت مليئه بالبقر لانه اليهود كانوا يربون البقر، ومع ذلك ضحى من الغنم. فافضل شيء التضحيه من الغنم، ولكن كله يجزئ يعني. ما نقول انه البقر ما يجزئ او الابل ما يجزئ، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بالغنم. اي نعم. الكيلو 50 اندفع لكم بشيء؟ 46. ايش قد لازم يوزن؟ والله يوزن قد يا خالد هذا وزنه؟ 65 كيلو. ايش قد لازم يطلع حقه؟ انت اشطر مني بالحسابات. 65 احسب. فالنبي عليه الصلاه والسلام ضحى من الغنم. اي نعم، رغم وجود الابل والبقر. يعني افضل شيء انك تتشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم بكل شيء، ومع ذلك يصير. 3100 ابو جاسم؟ 100 دولار. يعني 200 دولار. 200 دولار. 200 دولار شباب اليوم الأضحية 200 دولار، من الخرفان 200 دولار، ومن الغنم الأناثي 100 دولار. الشباب اللي يسألونا بالتعليقات الأضاحي ايش قد تكلف اليوم؟ من الغنم تكلفتها يعني 100 دولار، للأناثي 200 دولار للذكور. طبعا بزيادة شوي، أنت بدك تحسب حساب أجرة الدلال وأجرة السيارة اللي راح تنقله وأجرة القصاب يعني. أي نعم في زيادة شوي. أي نعم إن شاء الله، والله إذا الله قدرني الا اضحي خروف مثل هذا ان شاء الله باذن الله. وبالنسبه لاضاحي البقر يا شباب مو اقل من 1000 دولار، يعني اي اضحيه مو اقل من 1000 دولار من غير تكلفه القصاب والدلال واجره النقل. وبالنسبه للاضاحي يا شباب والله العام الماضي اغلبيه المخيمات اللي حولنا بالمطار احنا داخل البلد، يعني حتى ما يقول انه والله اي واحد متبرع يريد يعطي منظمه او جمعيه، يعني الاغلبيه جاءت تروح محسوبيات صراحه دي. فاغلبيه المخيمات اللي جنبنا احنا يعني ندور على العالم، يعني احيانا حدا يبعث صدقه. العام الماضي بالتحديد وقت الاضحيه اغلبيه المخيمات حوالينا ما حدا جاب حتى راس واحد يد. وفي منطقه ثانيه يقول لك كل بيت اجا راس غنم، يعني عن طريق المنظمات والمحسوبيات. فاللي بده يتبرع يا شباب، اللي الشباب اللي بأوروبا بالخليج، يعني ترى والله يعني العالم بالمخيمات يستنون العيد، يعني من العيد للعيد.
يفوت على بيتهم لحمين. وشو سبحان الله يعني بهالعيد ما حدا مرهم ولا حدا جاب قطعة لحم حتى لو نص كيلو. في شغلة أبو قيس، التبرع أو الصدقات أو الأضاحي عن طريق منظمات أو عن طريق هيك بطرق طرق جماعية تحس ما يصل للفقير منها شيء، يروح أجار يروح رواتب أغلبها تروح رواتب. والله العظيم إيه السنة الماضية قال والله بنوا مكتب مشان مدري شنو، بنوا غرفة عمروا غرفة. طيب الغرفة هاي ايش تعمرها؟ الناس بعض المصاري توزع أضاحي ولا تتعمر غرف مدري تسوي بيها إدارة ومتسوي بيها مدري شنو. فالتبرع طرق جماعية ما كويس خالص، يروح أكثر الصدقات تروح ايش، تروح رواتب، تروح تكاليف ومصاريف مازوت ومصاريف وقود وأمور إدارية وإعلانات أحيانا بس يوزعون مشان يوزعون أوراق وما أعرف شنو، يسوون ملصقات ويسوون ما أعرف إيش. فيا شباب إحنا من داخل البلد ومن داخل السوق هاي يعني معلومتين، أنت قدران نجيب لك إياها من داخل البلد يعني معروفين، نعم. ومن داخل السوق يعني نجيب لك إياها بأفضل الأسعار وتتوزع قدام عينك، يعني تنذبح باسم صاحب الأضحية هي على اسمه، نعم هاي الأضحية عن فلان بسم الله والله أكبر، هاي الصدقة عن فلان من فلان عن فلان، أي نعم. حتى ماي والله فلان انبعث له وما قدر يبعه وبعيد عن السوق، احنا أقول لك من داخل البلد من ضمن المخيمات وداخل السوق. يعني أنتوا شفتوا يا شباب شفتوا يعني الصدقات اللي جمعوها، جمعها أبو فلة قال لي نجعل شتاءهم أفضل ما أدري شنو، لا شفنا شتاء أفضل ولا شيء والله العظيم بي والله بي أطفال ماتت بمناطق عفرين وبالثلج اللي صار الشتوية الماضية. كله كذب يعني، لأنه ما في صدق، لأنه ما في إخلاص بجمع الصدقات وكله بهورة وبروزة ولايكات، ما صار ما صار توفيق من الله سبحانه وتعالى. في غيره في غيره هذا فريق فريق شو اسمه على أساس يعني يعمل، نعم، وحدات سكنية بعد أسبوعين وإنه بدبي بدبي راكب هارلي من صدقات الناس، وكله هذا كله لأنه في بروزة وفي لايكات وفي كذب. لك والله يعني الشيء اللي ألمنا العام الماضي معقولة يعني شيء أربع خمس مخيمات ما تفوتن يعني حتى ذبيحة واحدة. إحنا ليش نتكلم الكلام هذا أخوي أبو قيس وجمهورنا، ليش نتكلم الكلام هذا؟ لأنه اليوم السنة الماضية السنة قبل الماضية صار شوية صدقات عن طريقنا يعني بداية إنشاء القناة وكذا، فالناس الفقراء يعني يراسلونا إيش صار معاكم بصدقات بشيء بمساعدات. والله امبارح في ختيارة كبيرة تقول لي عندي غسيل كلى إذا عندك حدا يساعدني، عندك حدا يعني، واني أي حدا يتواصل معي مشان الختيارة هاي والله مستعد اعطي رقمه ويتواصل معه خلاص هو بشكل مباشر، شلون يريد يساعده يساعده ما في اي مشكله. فاقول لك يعني الناس صارت تتواصل معنا، فهذا الامر اللي يجبرنا لهذا الكلام يعني انه الناس تتواصل معنا، ما في صدقات ما في شيء، الناس محتاجه. وصلوا للعالم المقتدره، وصلوا للشباب اللي ما تعرف وين تروح بصدقتها، والمركب اللي ما فيها لله يا شباب تغرق. فاحنا يعني هل القناه نريد يكون فيها شيء لله سبحانه وتعالى، نحن كتعب يعني هذا ما بدنا عليه لا جزاء ولا شكور، نحن نريد كمان نشارك بصدقة. يجوز اليوم يعني أنا وأخوكم أبو قيس وأخوكم أبو مريم يجوز حتى أضحية ما راح نقدر نضحي، أمورنا المادية ما تسمح، لكن يعني الدال على الخير كفاعلة. يعني اليوم إحنا لو وصلنا صدقتك فإحنا كأننا متصدقين معك. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول من عمل حسنة من دل على خير كان له كأجر فاعله لا ينقص من أجره شيئا. يعني إحنا هاي غايتنا، أولا نريد هالمركب يكون فيه شيء لله سبحانه وتعالى، هالقناة يكون فيها شيء لله سبحانه وتعالى. ثانيا على طلبات الناس ومراسلات الناس على الخاص، في ناس محتاجين، في أصحاب مخيمات، في عجزة، في ناس يعني عندهم معاقين، في ناس أيتام، في يتواصلوا معنا يا أخي بدي مساعدة مادية بدي كذا. فإحنا يا أخي والله ما نقدر نذكر أسماء الناس احتراما لهم، يا أخي هذا إنسان المحتاج هذا فضله عليك، هذا حقه عليك وفضله عليك المحتاج. ليش؟ لأنه الله سبحانه وتعالى حطه بطريقك لينظر كيف تعملون، لينظر كيف تعملون. الله سبحانه وتعالى حط الإنسان بطريقك مشان يختبرك، رزقك وأعطاك فرصة عمل ويسر لك أسباب. الآن أنت صحيح يجوز مغترب برا وبعيد عن أهلك ولكن عايش وفي أسباب رزق حواليك وأمورك زينة ومقبولة يا أخي. في ناس هنا ميتة ميتة يا شباب، أقسم بالله ميتة، أقسم بالله العظيم في ناس وضعها يبكي، أقسم بالله يعني توقف جنب الخيمة تقول يا أخي هذا شو عايش بالخيمة هاي؟ شو عايش بخيمة من نايلون حر تضربه الشمس ريحة النايلون تذبح، تقول هذا شلون عايش العيشة هاي؟ ولكن بالنهاية تقول يا أخي الله سبحانه وتعالى يعني قسم أقداره بين عباده. فاليوم أنت يعني الله سبحانه وتعالى يعني حط هالفقير بطريقك لينظر كيف تعمله. شباب الآن قاعد مريح مستشيخ، خليك بس لما يجي العيد أحمد. أنا شو اليوم بدنا نقول لكم كل الأسعار ما بيسوق غنم ما بي.
ابو عمر. نعم انباع التعارف اليوم. ايش قد بعت كيلو؟ 10 ب 10 بالسحاره والفاصوليه ب 15. الفاصوليه ب 15. ايش قد الخيار صار احمد؟ ليرتين. ليرتين ليره 15. والف ليفله؟ ليفله كيلو ب 10. كيلو ب 10. على كيفك ب 10. على راس يا ابو حميد. حي الله ابو عمر. انت انهزمت من سوق الغنم وجيت تشتري خضره. اي نعم. اليوم ما بي اليوم. ما بي. زين الحمد لله الخروب 50 تقبل اليوم. تقبل من 50 الخروب. ارخص من كيكيه وارخص من كل شيء. الناس واحد تقول علينا الاول. اي نعم. النعجم بات واتلك. اي نعم. الفطيمه ايش قد لازم؟ والله عادي يعني يزيد الليره يا. احسن سعر بالنسبه للخروف بواحد اليوم ب 50 الطمر يوم النجم 50 ما في ليبيا. اي نعم. جباره ولا نقوى؟ جباره ما شاء الله والله كويس. ما في ليبيا. نعم. عموما السوق بش قد يعني؟ والله من 50 وجوه. ايوه من السنه 48 47 45 بين ال 45 وال 50. اي نعم. واي صورنا بسط أحمد يا شباب. الله يجزيكم الخير. يعطيكم العافيه. ايش قد الباذنجان؟ ما سالتك. 7.5. تراني ما احب الباذنجان ولا اقدر. البازار على الكباش هاي يا شباب. على البضاعه. كباش وزن طيبه طيبه وزن طيبه ما شاء الله. ولكن كبش. فالي فالي يا ابوك. ايش قد بش قد قامت؟ 40.5. ايش قد وزنه لازم؟ يعني يوصل بال 100 كيلو. 40.5 كبش يا شباب. طبعا الدغلي اطيب، الشباب اللي ما تعرف الدغلي اطيب، الخروف اطيب من الكبش. تعال يتوزن نشوف ايش قد يطلع. 94 كيلو. ايش قد لازم صار حقه يا شباب؟ يعني 3800. 3800 ليره. 3800 ليره. هذا الاضحيه الزينه. قبان ابناء حج ابراهيم الحسن. شوف الخروف التركي شباب. شوف ايش قد عرض ليتو ده. اللهم صل على محمد. هاي عند اخونا حسن. مثل هاي ايش قد قام تنباع وزن ابو ابراهيم؟ كيلو ب 30 ليره. اي نعم. ايش قد اوزانها؟ يعني اوزانها بال 40 ليره. والله لازم اغلى بس عاد هذا اللي ممنوع تنذبح يعني. والله احسن شيء باع خروف. ايه خروف باع 48 48 تنقى ب 50 تنقى ب 50. اي نعم. اهل كل اللي ما اخذوا منكم شيء؟ والله نحن اصلا هذا اللي عم تحكي عليه ما بيقبل في كل كفيل غيري. حصلت له مصاري ريحه. نعم. ايش قد اليوم المشفى اللحم المذبوح ايش قد؟ خروف؟ ايه خروف 110. كيلو؟ لا يا اخي انا اعرفه 120. 120 ليره. 120 هذا زلمه. هذا الزلمه الاصحاب وجاد يمون عليهم ويشتري بكيفهم مو حاسب الشعب. تسعيره نظاميه 110. اي نعم. 47 48. نعم. 110. ابو ابراهيم اريد اسالك عن سعر كيلو الجمل. والله ما عندي. يعني 3 دولارات. 3 دولار يعني مثل البقر تقريبا. لازم اغلى شوي مو؟ لا حسب. هلا اذا صار اضحيه بجوز يتحسن سعره بس كهلا سعر 3 دولارات. اي نعم كويس والله. يصير اضحيه. اي نعم. هاي خرفان الاضاحي الزينه يعني اللي موافقه لسنه النبي عليه الصلاه والسلام من كل النواحي. صاغ سليم سمين يعني اقرن املح ينظر في سواد وياكل في سواد ويمشي في سواد. قام احاول اصور لكم اياها يعني. هاي النوعيه اللي ضحى من النبي عليه الصلاه والسلام. شوف مع انه النبي عليه الصلاه والسلام في شبه الجزيرة العربية وما ضحى بالنجدي ضحى بغنم بلاد الشام عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الشام. يا طوبى للشام. هاي عنز جدعة يا شباب موجودة عند أخونا الدلال سامر. اللهم صل على محمد. وراها سخلة. هاي سخلتها يا شباب. هاي سخلتها. وهاي العنز. ايش قد طالبين بيع عزو؟ والله عم يطلب 2000. 2000 اندفع بها شيء اليوم؟ لا ما كانه ما بيسوق اليوم. ما بيسوق خفيف جدا. ايش قد حليباته ما خبروك ايش قد حليبات؟ ما خبر. لا لا اسخره ما احلى. بس كانه حليباته مو كثار يعني. لا
اقرط اشقر اقرط هذا اخذه ابو مراد. اي والله ابو مراد من تاجر المحاريف لتاجر المقاريط. شو تساوي؟ هاي الدنيا يا ابو مراد ضارب 6 ليرات. مش قد؟ 600 ليره. 600 ليره. والله يعني اليوم ما بي بضاعه اليوم بالسوق ما في فاضي. شو كانه طالع عم يا ابو. اي نعم سامر ما عنده. يلا خير ان شاء الله. انا والله قام اصور سوق الخضره واصور ما في شيء. نزلت يعني. طيب لحم والله زينات يا شباب بضاعه نظيفه ما شاء الله. اوزانها 41. اي نعم. اشتريت ولا بعدك؟ والله اشتراه ابو حسن. ايوه ابو حسن اشتراه. مش قد صار عن كيلو 27 لربع يعني. 27 الا ربع. اوزانها طلعت بال 40 ونص حوالي. اي نعم. بضاعة كويسة ما شاء الله. والله بضاعة نظيفة يا شباب. بضاعة كويسة. ان شاء الله تبارك. من هين للضحيه اذا تسمنت ايش قد تصير اوزانها؟ والله يا اخي ابو حمزه يعني تركي بس طعميها يعالفها على المضبوط يعني. ايه. لازم توزن خمسينات. خمسينات من هين للضحيه؟ 50 ثمانيه 50. اي نعم. اللهم صل على محمد. ضاحي كويسه ما شاء الله. اللهم صل على محمد. ضاحي نظيف يعني. يلا حي التجار حي الله الشباب. نو سموكينج الدخان مو زين. لك شوف من برا وشوف من جوا يعني حر من برا الدخين. صورني عديله صورني اياه. وين عديله؟ حي الله ابو الله يحفظه. ابو حيدر على راسي والله. ابو حيدر الكرار. قام يربحوا عليها اخونا قام يربحوا عليها ربع ليره على الراس. ربع ليره على الراس. ما على فاتورتي على فاتورتي تسوق لي اياها. لا خلاص سوي لهم 10 ليرات. 10 ليرات. 40 يطلع حق يطلع مربح 10 ليرات على الراس. ايش قد عددها ابو؟ 21 راس يعني مربحها 200 ليره. مش الحال خيو يا ابو عبد الله 10 ليرات على الراس 21 210 انت شرفت يا عدي يفهم منها يا ما بدا علي والله بدا علي يفهم منها يا عدي قام ينطي مربح عليها كلياتها 200 ليره لا قال هذه شيء فرتها شيء ما خذيتها شو رايك هي سعوديه ما عندك ما خذيتها انا 23 ما خذيتها يا اخي انا هاي ضاعت بدا علي يفهم منها يا عدي ما بدا والله هاي مرفعه يعني قام يدفع له تقريبا 210 عليهم جباره كلهم يعني 210 اي نعم خلص نعطيك الزياده عدد شايفين الشغل بالحلال يا شباب رزق يعني شوف الرجال اشتراهن الان ما حط علينا ولا ليره بس انه اشتراهن النائب قانوني نعم والله انا خليتك زدت لي هذا شفت عليها شو عجبتني البضاعه السوق بركه والله انا لما دريت انه مشتريها جيت ربحك عليها انا بحب ربح الواحد اشتراها احسن رايها حلال مني بصيره حلف رايها في المواشي شو رايك هذا سوقنا اليوم يا شباب الله يعطيكم العافيه ويجزيكم الخير تحياتي لكم متابعي قناه سوق المواشي في سوريا على اليوتيوب اينما كنت لا تنسى الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس مشان يوصلكم كل شيء جديد الله يعطيكم العافية يا شباب ويجزيكم الخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته